استمرارا للحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية وقطاع الأمن العام لضبط الجرائم التموينية المتنوعة، فقد أسفرت عن ضبط أكثر من 12 طن لحوم مجمدة ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية، إحداهما بدون ترخيص ومخزن بدون ترخيص للوجبات الجاهزة بالقاهرة، وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية، وبمجزر لذبح الدواجن بالجيزة. ونجحت في ضبط قرابة 39 طن زيوت وشحوم سيارات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بحوزة مالك مخزن غير مرخص لزيوت السيارات بالإسكندرية. الإدارة تمكنت من ضبط 6.5 أطنان غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالشرقية، وضبط 67 طن معبأ داخل شكائر بها نقص في الأوزان تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بحوزة المسؤول عن أحد المطاحن بالجيزة. ونجحت في ضبط 13 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وأعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بمحل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية ومصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بالبحيرة. وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بحوزة مالك محل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية. الإدارة نجحت في ضبط أكثر من 6 أطنان مستلزمات إنتاج سلع غذائية ومنتج نهائي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أكثر من 12500 عبوة منتج نهائي عليها علامات تجارية مقلدة بشركة بدون ترخيص للصناعات الغذائية بالجيزة. وتمكنت من ضبط أكثر من 11 طن ملح طعام داخل شكائر عليها علامات تجارية مقلدة ومجهولة المصدر بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج ملح الطعام بالغربية. ونجحت الإدارة في ضبط 4.5 أطنان منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص للمنظفات الصناعية بالشرقية.